هو شخصيا وفنيا بعتز بيه جدا، راجل فاهم شغله كويس فنيا على اعلى مستوى، وشخصيا كمان في مستوى رائع جدا ومذهل. دايما بنقول ان المدرب مش بس امور فنيه، لازم يكون عنده شخصيه قويه، لازم يكون عنده شخصيه قياديه. هو الراجل عنده الامور دي كلها، عنده الشخصيه المحترمه القويه مع لاعبيه، وفي نفس الوقت هو فنيا رائع جدا. اعتز جدا بوجوده النهارده ضيفي في العبها صح الكابتن هشام زكريا. صباح الفل عليك يا كابتن هشام. صباح الفل يا كابتن كريم. ده انا عايز اقول لك حاجه، انا سعيد جدا ان انا اللي معاك. لا والله يعني انا بتشرف ان انا موجود في حلقه حضرتك بتديرها. انت من الناس المحترمين، الناس المهذبين، الناس اللي بنسمع ارائهم في هدوء. كتر خيرك يا كابتن هشام، اشكرك شكرا جزيلا. لا ده انت سهل اكتر من كده. قول لي كده الاول بقى في البدايه، فين الكابتن هشام زكريا؟ مش منور ليه في الدوري المصري؟ لا مش منور، مش بتاعتي. اه مش موجود، مش بتاعتي. لكن انت اللي تقدر يعني تشتغل عليه، انك تاخد الاسباب مع ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. انك تقدم نفسك من خلال شغلك. هنا برضه يا كابتن كريم في مشكله، الوكيل هو يعتبر يكون المحور الاساسي في القصه دي، ملهاش اضلاع كتير. انا يكاد يكون في كل فتراتي في الشغل بتاعي ما كانش ليا وكيل غير ربنا سبحانه وتعالى. يمكن الفتره الاخيره كان نادر شوقي، كان هو اللي بيكون بادارتي كفي التدريب. ولكن الفتره دي انت عارف حته ان انت مالكش وكيل، فهو ده العنصر الاساسي اللي بيتكلم عليك في الانديه. هم عنصرين دلوقتي، رئيس النادي والوكيل. صحيح. ازاي النهارده تبقى المصلحه موجوده، وازاي النهارده من خلال الشغل بينهم هنجيب المدرب. ما بقتش استراتيجيه، احنا النهارده مثلا عندنا شغالين بمنهج معين، محتاجين الراجل ده عشان هو اللي بيكمل المنهج بتاعنا. زي اياكس، اياكس النهارده ما فكروا في إريك فان هيج مدرب اياكس. ما دوروش على اسم كبير، دوروا على مشروع. مشروع صحيح. فالمشروع بتاعهم كان بيدوروه من ايام رحمه الله عليه كرويف في القصه بتاعتهم، اللي هو برضه كان بيدير المدرسه بتاعتهم طبعا. راجل ما لعبش كتير جدا في الدوري الهولندي، لعب درجه تانية، لعب في نادي متوسط. ولكن هي دي المدرسه اللي هكمل مشروعهم. صحيح. فدوروا عليه واشتغلوا عليه واشتغلوا بشكل جيد، ووصلوا للمدرسه دي، لان هم اعتمادهم كله على قطاع الناشئين، وازاي نجيب المواهب من خلال العيون بتاعتهم اللي في الدول اللي تشتغل على المشروع بتاعنا. صحيح. ومن هنا بداوا يشتغلوا، بداوا المشروع بتاعهم منه انتاج جيد، ان هو يقدر يبيع لعيبه كتير زي دي يونج وزي دي ليخت واللعيبه العظام دي، واحد برشلونه واحد يوفنتوس، بمبالغ طائله يقدروا يستثمروا. هو ده الاستثمار الحقيقي. صحيح. ويمكن المدرسه دي قريبه قوي لوادي دجله. عندنا بلدنا هنا النهارده الناس النهارده شغالين بمشروع معين، كنت انا شاهد عليه ايام ما كنت ماسك وادي دجله، وجابوا تكيس عشان خاطر يكمل المشروع بتاعه. فهنا انت ما تقدرش تقول انت فين، انت النهارده بتنتظر الفرصه. لكن اللي انا بتاخده ان انت قدمت شغلك ايام ما كان موجود في دجله، ايام ما اخر سنه ليا في الجونه في الدوري الممتاز. صحيح. فده اللي انت بتقدر تقدمه للناس عشان خاطر من خلاله يقدروا يدوروا عليك. مش انت اللي هتدور عليهم. بس انت بتقول لي ان الامر هنا في الوضع الحالي في الكوره ممكن يبقى عكس شويه، ان انت اللي لازم يبقى عندك علاقه كويسه مع رؤساء الانديه او مع وكلاء اللاعبين. طب ليه ما تاخدش الخطوه دي؟ يعني تاخدها بشكل محترم، انا مش بقول انك تاخدها بشكل مش محترم، انك يبقى عندك وكيل، ان يبقى ليك علاقات مع رؤساء الانديه عشان يبقى ليك مكان. هكون امين قوي قوي. يمكن انا كنت ربنا من عليا برضو بشغل في حتتين محترمين قوي. الحمد لله كل الانديه اللي الواحد اشتغل فيها محترم، بس وادي دجله والجونه غير. صحيح. كمان شغلي مع نادر كان في تواصل وكان في تفاهم كبير جدا جدا. نادر شوقي. كان في تفاهم. نادر على فكره كان ضيف هنا قبل كده ودايما يتكلم عنك بكل خير بصراحه. لا بص، اصل نادر عيش وملح. صحيح. مش مجرد شغل، عيش وملح وداخلين ببعض يعني عشره واخ يعني. يمكن انا بص برضو ايه، انا هصريح شوي. انا زعلت. زعلت يعني، ممكن زعلت. يمكن كنت متخيل مثلا ان في الوقت اللي انا كنت بادي فيه الجونه، الحمد لله رب العالمين ادينا اداء بشكل كبير جدا. زعلت حصل. زعلت من مين؟ من حبيبي نادر. يعني زعلت منه. ان كنت متخيل المسؤول عن شركه كره القدم في نادي الجونه. اخذت يعني كنت متخيل ان المسانده هتبقى اكتر من كده. نادر فرقوي بتاع شغل،
انا ارتحت معاه جدا. صح. من انا عارفه من عشره زمان يعني، احنا الاثنين كنا اللي بنديس ترن اوت مع الباشمهندس ماجد سامي. طبعا ريحني جدا، عارف من قبل ما افكر، من قبل ما اتكلم انا محتاج ايه. ودي نقطه برضو صعبت عليها الامور شويه، لما تلاقي حد تتفاهم معاه وتشتغلوا مع بعض وتعملوا كومبينيشن كويس وتفكروا بشكل جيد، وكان المشروع قائم بشكل جيد جدا. حتى في وقت من الاوقات قالوا كابتن شاب مستعجل، كنت انا بقى دايما بتكلم مع الاولاد في الجونه ان احنا عايزين مربع ذهبي، عايزين مربع ذهبي. قلت لهم دي حاجه يعني دي حاجه ما تضايقكوش، بالعكس دي حاجه النهارده ده طموح. انا ليه النهارده هبدا النهارده راس على السلم، وليه دايما هبقى ادور اكون مجرد موجود؟ صحيح. انا مش عايز ابقى موجود. صحيح. حتى التكتيك اللي انا كنت بشتغل بيه الدفاع المتقدم، كنت كان في ناس كتير قوي بتنتقدني فيه، لا احنا لسه فرقه صاعده. كابتن كريم انا شايف اللعيبه كلها شكل بعض. ما كنتش شايف في فروقات شاسعه الا في مثلا ايه، لو جمعنا في مصر كلها هنلاقي مثلا من 7 لعيبه ل 10 لعيبه هم دول يقدروا يعملوا الفرق بس، وباقي اللعيبه في مصر كلها شبه بعض. شبه بعض. فالنهارده زمالك اهلي وزمالك، لعيبه اهلي وزمالك. والدليل انت النهارده الحمد لله رب العالمين اول 10 ماتشات مصر كلها كانت بتتكلم على فرقه الجونه وازاي انها بتقوم بالدفاع المتقدم، ودي ما حصلتش من انديه كتير. صحيح. كل الانديه اللي بتصعد يا كابتن كريم شكل واحد. صحيح. شكل واحد، تكتيك واحد. صحيح. ورص ال 11. صحيح. بدون تنظيم. يعني حتى النهارده التكتيك بتاع ان انا النهارده اشتغل كزون ليه تنظيم معين، ترحيل معين وشكل معين. مظبوط. النهارده بتلاقي النهارده انا رص 11 والناس بتستلم في نص ملعبها وبيلف يلف ازاي؟ فين هنا الضغط وفين هنا الشغل بتاعك وترحيلك والكلام ده كله والضغط على الخصم بواحد واثنين وثلاثه. صحيح. هو واقف بس راصص بس. لا هو في بعض الناس او بعض المدربين او بعض حتى الجماهير بتفتكر ان الدفاع ده حاجه سهله، او انك تحط اللعيبه كلها ورا فانت كده بتدافع، ما يعرفوش اللي انت يعني بعض الناس ما تعرفش ان انت بتتكلم فيه. عشان كده انا بقول هو دفاع متقدم. صحيح. في ناس تقول لك ده ضاغط، لا هو دفاع متقدم. انا النهارده بمنع الاذى قبل ما يعني ما عندهاش العناصر اللي بتقدر تشتغل بشكل. طب بمناسبه وادي دجله، ايه رايك في اداء تكيس؟ يعني او مش هقول لك اداؤه بشكل في تقسيم شويه. يعني تكيس في تجربته، في بدايه تجربته مع وادي دجله اتخضيت، قلت الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده اللي بيعمله ده غلط، القدرات الفنيه عند بعض اللاعبين ما تخلوش يعمل اللي هو عايزه. اتخضيت، معظم الناس اتخضت عشان ابقى امين معاك. وانا كنت نفس الكلام. ليه؟ لان انا برضه وادي دجله بيتي. فانا يهمني وادي دجله، انا قعدت 15 سنه في وادي دجله. طبعا. فطبعا ما انتمائي الاول والاخير ليه. صحيح. بس كشغل لا، انا بفكر في الجون او بفكر النادي اللي انا بشتغل فيه. اتخضيت جدا. اولا في مشكله. لان برضه انت النهارده محتاج ملعب كويس، محتاج عناصر التسليم والتسلم بتاعها يكون مش 100% 150% بالذات تحت ضغط. صح. عشان الغلطه بجول، الغلطه في بمشكله. انت بتطير الاجنام بتاعتك. يكون عنده ثقه الوقت، يكون عنده. هو متهيألي هو قدر يوصل. بس هنا بقى اما اجي اشكر الدعم، الاداره بالظبط. صحيح. اكلم ماجد سامي. صحيح. النهارده اي رئيس نادي في خلال 6 ماتشات بيتغلب وبعد كده يتعادل ماتش ويكسب ماتش ويتغلب 4 ماتشات بعد كده، اقاله. اقاله. لكن كان في دعم. ده الناس كلها بتقول له لازم تمشيه. لازم تمشيه. بما فيهم الناس اولاد دجله اللي زي حالاتك. طبعا. انت ازاي الراجل ده بيشتغل كده وسايبه؟ لا انا هكون امين، انا بس انا بتفرج، لان انا طبعا كنت في الجونه، فانا ماليش ان انا اقول ماليش ان انا اعيد، ولكن انا النهارده بفكر فكره. ما حدش هيلومه زي ما انت قلت يا كابتن كريم. صحيح. ما عمر ما حد يلومه في اللي هو بيحصل ده، ان الفرقه تنزل. بالظبط. لكن النهارده الدعم ان انا واثق فيك، وخلي بالك الكلام ده حصل معايا. معاك كمان. يعني الكلام ده حصل، يعني مش هانس ماجد مش هو ده اللي بيعمله مع تكيس، هو بيعمله مع المدرب بيجي يشتغل معاه، بيديله ثقه كبيره جدا جدا جدا. انا من الدرجه الرابعه، لان انت عارف انا خدت الفرقه من الدرجه الرابعه للدوري الممتاز. صحيح. وبعد كده اشتغلت مع راجل محترم قوي، ويلتر، مستر ويلتر ميس. طبعا. وبعد كده مسكت الفرقه سنتين ولحد ما رحت ترن اوت. فكان في ثقه، لا نغير هشام، نجيب مدرب عشان نصعد، نجيب مدرب دوري ممتاز. مزبوط. انا واثق فيه، في دعم غير عادي. فدي بتدي للمدرب ثقه ان تشتغل براحتك، وده مهم. واعمل اللي في دماغك كابتن كريم. انت النهارده هتيجي للعيب اسوأ عنصر في المنظومه او اضعف عنصر في المنظومه، المدرب. صح. النهارده بتيجي للعيب تقول لك، يقول لك لا اصل هو مخطوط، اصل هو خايف. طب انت المدرب ده، ما انت لازم تديله الثقه اللي عايز تديها للعيب دي. وبعدين بره في مشكله، ودي شفتها في ترن اوت، شفتها في ليرز، وشفتها في انديه كتير، في اوفنهايم. اللي معاه مفتاح النادي المدرب، هو اللي معاه مفتاح النادي. مظبوط. عشان خاطر يقدر يشتغل براحته. كلوب النهارده، كلوب يعني كلوب في ليفربول هو اللي بيعمل كل حاجه. مظبوط.
بيعمل كل حاجه الراجل. اه طبعا لان هو دول مانجر يعني يعتبر هو بيدير كل حاجه. صحيح. بص الثقه اللي بيتكلم فيها اكنه في بيته اكنه في حياته في عيشته، فكره مرتاح ذهنه مرتاح ومع ذلك الضغوط دي كلها بس دي بيبتسم لان هو عارف ان احنا هنا اقل عنصر يعني اقل عنصر في المنظومه هو المدرب. صحيح. دي بقى تتحل ازاي؟ لا ما محتاجين سنين وسنين، وقال لك حتى القرار بتاع المدرب ما اشتغلش غير في بتقلي على مين؟ المدرب كان في قرار طلع ان ما يشتغلش غير في ناديين او ما يشتغلش غير في الناديين، ما يشتغلش ناديين بس مش هو ده الحل ومش هتحل حاجه. العمليه معروفه، الاستراتيجيه معروفه، انت غير يعني انسف حمامك القديم ازاي؟ وحاول تطلع قرارات من خلالها تقدر المنظومة تشتغل صح. ما كانش انتقاد للاتحاد القديم، هم خدوها كانتقاد، ولكن انا كنت بتكلم ما بقاش عندي النهارده عنصر زي هاني بوريده عضو مكتب التنفيذي للفيفا وكابتن احمد مجاهد، كابتن احمد شوبير، كابتن ما ان اقول لك المفاجاه، كابتن شوبير انضم اخر ست شهور كان في مكالمه بينه وبينه قلت له ما تروحش لان كنت احساسنا كله بعد كاس العالم واحساسنا كله قبل كاس الامم ان احنا مش مؤهلين ان احنا نعمل حاجه. فالنهارده لما اكون العناصر دي كلها موجوده في اتحاد كابتن مجدي عبد الغني عناصر كبيره جدا تقدر، هل دي كابتن حازق امام طبعا ما يقدروش يخططوا التخطيط الصح ان احنا نقدر نشتغل بيه؟ احنا مش هقول كشعب مصري، الشعب المصري برضه عنده حق اتصدم لان القامات الكبيره دي تقدر تعمل لنا حاجات كتير قوي في الكوره. اتمنى يا رب ليهم طبعا التوفيق، ويمكن كنت دايما بلوم الناس دايما مش عارف ليه بنتدخل لما حد ربنا ما رزقوش التوفيق يا كابتن كريم، نتدخل في زمن ماليه ونتدخل في حاجات نطلع الراجل ده كان فاشي والراجل ده كان عنصر والراجل ده كان مش عارف ايه والراجل خلي خلاص انا فشلت، بندي فرصه لحد تاني، نشكر الناس اللي ادت بشكل جيد طبعا، ونبارك الناس الاتحاد الكره الجديد نقول له ربنا يوفقك في اللي جاي ندعمه جدا. يبقى ملاش لازمه ان احنا دايما، لان لاحظت حاجه بعد ما حصل ان حصل كلام كتير قوي واشاعات كتيره قوي وفي الاخر النهارده صفر، حرام ما ننساش الناس دي عندها اسر والناس دي عندها اولاد بيتاثروا جدا بالقصص دي. طيب بمناسبه الدعم، كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول، ايه اللي انت مستنيه من الكابتن حسام البدري؟ ايه اللي بتنصح بيه الكابتن حسام البدري؟ ايه اللي بتقف جنب كتف الكابتن حسام البدري وتقول له اعمله عشان احنا الفتره اللي جايه محتاجين هذه الامور في منتخب مصر؟ كابتن حسام من النوعيه الصارمه، وانا يمكن انا مش هقول نفس مدرسته، لا لا قلت نفس الشخص يعني، بس دايما احب اسيطر على الامور بشكل جيد. صحيح. عشان كل حاجه تبقى تحت ايدي. صحيح. هو نفس النوعيه. اكيد 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 هو عارف ان احنا طالعين من صدمه كبيره بتاعه كاس امم، طبعا اكيد هو عارف ان احنا عندنا امان ونقدر نشتغل بشكل جيد جدا، دي حاجه مهمه جدا 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 لكابتن حسام، ارجو ان هو كمان يضغط فيها ان لازم الجمهور يرجع ان شاء الله. طيب عايز اسالك على ميتشو وفايلر، في طبعا مؤشرات احنا ما بنتكلمش حكم نهائي لا على ده ولا على ده في بدايه، بس اكيد وانت بتتفرج على ماتشات الزمالك بتمسك ورقه وقلم كده وحتى من غير ورقه وقلم بتعيد في دماغك في ملحوظه على الراجل ده، لا الراجل ده كويس في الحته دي، لا الراجل ده مش كويس في الحته دي، الراجل ده هيبقى عنده مشكله هنا، الراجل ده هيبقى عنده ميزه هنا. هسألك مبدئيا على تجربه ميتشو حتى الان مع نادي الزمالك. نفس الصحفي ونفس المحلل اللي طلع ميتشو في اول ماتش في بيراميدز في نهائي الكاس، هو نفس المحلل اللي قطع فيه ومرمطه بعد ماتش الاهلي. بعد ماتش الاهلي ميتشو اتخض، قدم شكل جيد، اشتغل بشكل جيد، من الواضح ان هو فكره كغربال الجديد دي شده، اشتغل بشكل محترم، فكر فكره هلعب فلان هشتغل في فلان، عمل خد كاس مصر ربنا وفقه. بعد ما حصل الدروب في ماتش افريقيا هناك قلت لا انا عايز اطلع الماتش ان انا كمان ايه يعني الاولاد ارهقوا وكمان حسيت كده ايه الذهن شارد. وخلي بالك 90% من اللعيب بيبقى تركيز. صح. المحلل مباراه للجونه، ايه للجونه، مباراه للجونه، جونه ومين؟ كان جونه وبتروجيت. بتروجيت نفس المحلل. راح قال ايه؟ قال كابتن هشام اتخض ليه؟ ما كان كمل وهو كسبان وكان يجيب الثاني ويجيب مش عارف ايه، وكلام عارف كلام عريض قوي 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 كده.
ان لا 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 رجوع الشوط الثاني هو اللي عمل مشكله. وما يعرفش ظروفك في الملعب ومش شايف اللعيبه دي بيحصل وما يعرفش اصلا اللعيبه. يتاثر سلبا وايجابا بكلام المحللين في الاستوديوهات يعني، ممكن يعني يتاثر ايجابيا برضه مش شرط سلبيا طول الوقت. اكيد إيه؟ اكيد بس عارف بتتخدع. يعني انا المحلل ده بالنسبه لي انت اكنك مثلا جايب محلل اداء. انا كان معايا محلل اداء بالمناسبه ولد اسمه كريم ابن كابتن حمد حلمي ربنا يوفقه في السعوديه، كان شاب اول مره تجربه لي، كان عظيم. ممتاز عظيم. بس انت بتاخد التحليل النهارده مش عيب انك تقدر حد ما تموت تقدر تستقبل معلومات. فبتقعد تراجع نفسك. اقعد افكر انا لا انا مقتنع بالاستراتيجيه بتاعتي، انا مقتنع بيها صحيح وهنفذها ولحد اخر وقت في الجونه انا بلعب دفاع متقدم. مع ان لا احنا لسه صاعدين احنا لسه لا مش مشكله. انا النهارده ده التكتيك بتاعي وده اللي انا شغال بيه. وخلي بالك ده الوقت اول 10 ماتشات اللي الناس كلها اتكلمت على التكتيك بتاع الجونه، اللي كان تكتيك مغاير للفرق اللي بتصعد. صحيح صحيح. فالنهارده لا انا ملتزم باللي انا بشتغل بيه. لكن انت النهارده لما بتيجي تديني معلومه لا لازم اسمعها. عظيم. لازم اسمعها. عظيم. لو عندي 70 سنه لو عندي 80 سنه صحيح انا المعلومه يا عالم ممكن بعد 3 4 سنين المعلومه دي تنفعني 100%. عشان كده دايما يا كابتن كريم ما بقولش ان في حاجه في شغل الكوره غلط. في ناس دايما تقول لك ايه الشغل ده؟ ايه مش عارف ايه موضوع الجري، موضوع اللي مش عارف ايه؟ ما فيش حاجه اسمها غلط. في تنوع. في تنوع وكمان حسب السنه اللي انت اشتغلت بيها. صحيح. ثانيا هل الموضوع متجاوب مع فرقتي ولا لا؟ مظبوط. شغال. مظبوط. انا مش عملت لك التارجت يبقى انا صح. صح. ما تجيش النهارده تنتقدني في قصه او في وضعيه في التدريب بتاعي وفي الشغل بتاعي وانا ناجح. لكن النهارده ما فيش حاجه. عشان كده ودي علمهاني مستر ولتر. كنت اقول له دايما كنت اسوأ صغير 35 سنه او 37 سنه ساعتها كنت في اصغر مدير فني طبعا. قال لي يا هشام استفاد على قد ما تقدر واوعى تقول على حاجه غلط. في الوقت ده الشغل ده كويس، بعد 10 سنين بعد 5 سنين هتلاقي شغله مغير. صحيح. ممكن زي الموضه بعد هتلاقي الشغل اللي كان في التمرينات ده رجع تاني بشكل مقنن بشكل متغير بشكل وضع. بس هو الشكل. صحيح. هو خد الاساس بس ايه نوع بيه. مظبوط. اداله اللمسه بتاعته. هتقول ايه ده كان شغال قديم. لا ما تقولش على حاجه. فعشان كده دايما اوعى تقول على حاجه غلط. صحيح. هيجي في يوم من الايام. عشان كده بقول لحضرتك يا كابتن كريم اي معلومه ممكن تاخدها ان شاء الله بعد 4 5 سنين حطها في الاجنده بتاعتك طلعها هتقدر تستفاد منها. صحيح. كلوب من في اخر حاجه ليه وبيتكلم في اخر مقابله ليه قال كلمتين كويسين جدا. قال كنت انا صغير والعلمه كنت يعني ايه بعمل كده، كنت دايما اقول التشكيل بتاعي من بدري عشان اريح اللعيبه. صحيح. هي مدرسه. يقول لك كنت اروح اعدي على الاوض و 18 لعيب انت بره انت جوه انت بره انت جوه انت بره وكلهم اصحابي. صح. بس حسيت ان اللي بره التأثير النفسي عليه صعب جدا. فبدأ يقول التشكيل في اليوم بتاع الماتش عشان خاطر ما حدش يزعل وكله يبقى عايش في الجيم. مظبوط. في مدرسه تانية خالص تقول لك لا بيبقى يحصل حاله توتر اللعبه كلها بالذات لو في حد عنده مثلا قولون عصبي عنده بيتوتر قبل الماتشات طول ما هو مش عارف متوتر يفضل الحته دي كلها عامله عليه ضغط لحد الجيم. لا لازم يبقى عارف. صح. مدارس. صح. مدارس ما تقدرش تقول مين غلط ومين مين صح. صح. كل واحده تقدر كل واحده ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. انا اخد اللي اقدر استفاد منه. صحيح. واقدر اللي يقدر يتماشى مع فرقتي والتكتيك بتاعي. صحيح. واقدر اشتغل بيه. صحيح. لكن ما اقدرش النهارده اقول النهارده انا اقدر اعمل استحواذ زي جوارديولا وانا ما عنديش العناصر اللي عنده. مظبوط. ده عنده مدرسه واحده اسمها دي بروين ده مدرسه. طبعا. لا هو مدرسه ايه ده عنده 20 مدرسه في الملعب. طيب يعني طب تخيل انت طبعا. انا النهارده لا وبيشتغل ومصمم على ادائه لان عنده استثمار رائع يقدر يشيل عامل زي الشطرنج يقدر يشيل ويحط ويحط يشيل وبعدين انت كمان بعيد حتى لو ما بعدتش انا ما ينفعش اطلب من الكابتن هشام زكريا يلعب مع الجونه او مع وادي دجله مع كامل الاحترام ليهم طبعا زي ما مدرب الاهلي بيلعب مع الاهلي يعني. أيوة. في فرق عناصر وفي فرق امكانيات طبعا. وفي فرق كمان طموحات ورغبات يعني في الاهلي مثلا عايز ياخد بطوله عايز يكسب كل ماتش انت ممكن تكسب ماتش النهارده اللي بعده تقول مش مشكله تعادل. أيوة. لو خسرت مش انت بتجمع كل واحد ليه سياسه. هفتكر يمكن انا خدت رحمه الله عليك كابتن طه بصري طبعا لما صعد بيمشي من المدربين يعني مثلا كان هو ولا كابتن حسن شحاته اللي اشتغلوا تحت. صحيح. هو ربنا رحمه الله عليه صعد بيمشي. افتكر يا كابتن كريم عمل 4 مواسم او 3 مواسم من احسن مواسم جدا واستقرنا جدا اسم كبير وتاريخي كابتن طه بصري طبعا لم
انا فاكر المدرسه بتاعته ساعتها لما احسن عناصر في الممتاز به على مستوى مصر. طبعا امكانيات ام بي تديله الامكانيه دي انه يقدر يروح يشتري، وجمع 3 4 5 من الدوري الممتاز قدر بالولاد دول يصحب بيهم وقدر بيهم يكسر بيهم الدنيا خلال 3 4 وكلهم بقى اسمها عادل فتحي وسعيد عبد النعيم وشنح ما كناش نسمع عنه حاجه طبعا. كان هو قصه المدرسه دي كان نفسي اشتغل بيها، انه طموح حط دافع جوه الولد انك تقدر، هي قصه ثقه ان انا اقدر مظبوط. لكن طول ما انت حاطط جواك ان انا لعيب درجه تانية او ان انا لا ده احسن مني، انا اقل من لاعب الاهلي ولاعب الزمالك وبعدين ما انت شايف يعني، معلش انا اسف. والدليل انها النهارده بطوله افريقيا بعيد عني بقالها قد ايه؟ انا رحت الكونفدراليه بعد حوالي 4 أو 5 6 سنين صحيح، وبنلعب الصف الثاني في افريقيا، لان كل 90% من الصف الاولاني او 100% في الصف كلهم بره في اوروبا. انت بتتكلم على الكونفدراليه؟ لا، على 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 لعيبه افريقيا كمان. اللعيبه كلها كل الانديه كل لعيبتهم بره، فانت بتلعب الصف الثاني، مش عكس زمان ايام كوتوكو كان اللعيبه كلها لسه الاحتراف ما كانش كتير. صح، ايام جورج وايا كان في الثمانينات، فكانت بتلعب فرق عظيمه. ومع ذلك احنا خدنا منها البطولات وقدرنا نكسر بيها الدنيا. ارجو ان احنا النهارده نقف على ارض صلبه ونعرف احنا فين. لو عرفنا احنا فين هنقدر نقايم نفسنا كويس بالتاكيد. عايز اسالك على فايلر. مباراه واحده اللي شفناها يمكن في مباراه السوبر، كسب المباراه الافريقيه بس يمكن شفناها بعد كده كمعاده، ولكن مباراه السوبر هو الاختبار الاول اللي شفناه فيه فايلر، وبعدها مباراه سموحه. مش هقدر برضو هو زي ميتشو، مش هقدر يعني اقيم لان الثلاث ماتشات قليل. وان كنت ان هو برضو شايف ان هو ماتش السوبر عمل ماتش جيد جدا، استحوذ بشكل جيد جدا. هو اللي كان يقدر شوط اولاني يخلص الماتش باثنين ثلاثه اربعه زي ما هو عايز. رجوع الزمالك للماتش ما يقللش من اللي هو عمله، بعكس بيراميدز عمل ماتش محترم جدا قدام انبي. صحيح، ولكن برضه الاستمراريه. بيراميدز مختلف عن السنه اللي فاتت، احسن او اقل؟ مش شايف النقطه دي. اصل هو شال كينو وحط في مكانه اسلام، شال اسلام عيسى وفي ابراهيم حسن وفي احمد علي وحتى انطوي. حتى احمد علي دلوقتي شايفه بقى رقم اثنين مش رقم صحيح. واحد زي ما كان في المقاولين، وهي دي قصه برضه بتضايقني يعني. انا يلعب على الثلاثه السرعات اللي عنده من فوق صحيح، ويدي عرضيات لاحمد علي، ما بيحاولش ابدا ان هو يضغط من فوق، هو واقف مستنيك تغلط. صحيح. المحطه بقى اللي انا اطلع عليها دي مين؟ يعني النهارده الجزيري برضه مش محطه طبعا، بعكس احمد علي 9 محطة يقدر يحضن بشكل جيد ويطلع الاطراف بتاعته بشكل جيد. صحيح. ويطلع الاثنين اللي هم اذا كان 8 او 10 يطلعوا وراه بشكل جيد. مظبوط. فهو كان بيأديها بشكل. ثانيا الثلاث فاولات هو اللي يعني احنا خسرنا ثلاث كور ثابتين، هو اللي عاملهم. واخد على الطرف، واخد في نص الملعب ثلاث فاولات. من الماتشات اللي حزنت عليها ان عملنا ماتش كبير جدا. صحيح. ونطلع. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي استمتعت وليا الشرف ان كنت معاك النهارده، واتمنى لكم يا رب التوفيق، وتبقى يا رب ان شاء الله موسم خير على الكره المصريه. يا رب يخليك يا كابتن هشام. دي كان ختام فقراتنا النهارده في العابها صح. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد نلتقيكم على الف خير.